أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هل يفهم من هذه الآية النهي عن التوسع في المساكن الواسعة والمراكب المريحة وأنواع المأكولات حتى لا يقع الإنسان في الترف المنهي عنه؟ نعم، يؤخذ منها أن الإنسان لا يتوسع في الملذات، لأن إذا توسع في الملذات تكاسل عن الطاعات وبردت همته عن الطاعات، فينبغي أن يتوسع. الوسط خير بين الإشراف وبين التقتير والبخل، توسط الإنسان: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كل واشرب والبث من غير سرف ولا مخيلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.